رجعت لكم بعد الفاصل. كمونية اللحمة ريحتها أكتر من رائعة، موجودة هي على النار. بصوا سايباها كل شوية، بزودها شوية مية، اديتها حبة ملح صغيرين واحنا في الفاصل. هي خلاص مش هيتحط لها توابل تاني في الآخر، بقى ممكن لو عايزين رشة كمون. بصوا بقى دلوقتي، طبعا صينية الرقاق في الفرن. دلوقتي انا عايزه اعمل معاكم القطايف. ساعات كتير بنبقى عايزين نعمل قطايف ومش لاقيين حد جنبنا بيبيع عجينه قطايف. بصوا احنا ممكن نجيب 3 كوبايات دقيق ونحطهم في الخلاط. وهجيب معاهم 3 كوبايات دقيق، هياخدوا تقريبا 2.5 كوباية مية. بس انا هحط في الاول مقدار، الاول هحط المقادير الجافة الاول. دي معلقة خميرة، معلقة كبيرة، ومعلقة نشا. يبقى 3 كوبايات دقيق معاهم معلقة نشا، ومعاهم معلقة خميرة، ومعاهم شوية بيكنج باودر، يعني حوالي معلقة برضه، بس معلقة مش كبيرة زيهم. هحط لهم تقريبا قد 2.5 كوباية ميه. وهاجي بقى اضربهم، وانا بضربهم هشوفهم محتاجين ميه تانيه ولا لا. هما بياخدوا من 2.5 كوباية لـ3. محتاجة شوية مية كمان. انا عشان عارفة شكلها بعملها كده اهو، لكن انتوا عايروا بالكوباية. هتاخد معاكوا من 2.5 لـ3 مية. اديها بقى شوية مية كمان. ما بحبش احط المية مرة واحدة، ليه؟ علشان الدقيق ما يكلكعش. كل ما كانت المية كتير مرة واحدة بيكلكع. بس سمكتها بصوا بقت بتتحرك معايا ازاي، بس نسيبها لما تخمر. بصوا سمكتها بتتحرك معايا اهي، لا هي سايله قوي ولا هي تقيله. هسيبها كده لما تخمر مش اقل من ربع ساعه. انا طبعا مجهزه واحده خمرانه هي اللي هنعمل منها. هنسخن طاسه، بس مجرد ما تسخن ونحط القطايف هنهدي. وانا هنا مجهزه بقى طاسه تانيه فيها زيت، عشان انا برضو عملت قطايف عشان وقتكم، عشان انا هنا مش هلحق اعمل كله. جبتها وبعد ما اتعملت وغطيتها بفوطه في ساعتها عملتها زي القرطاس. امسك كل واحده الفها كده واعملها، اقفلها كاني بقفل قرطاس عشان اقدر احشيها. انا النهارده عايزه احشيها بالقشطه والكريمه. اللي ما بيحبش القشطه يحشيها بكريمه بس، اللي بيحب القشطه يحشيها قشطه وكريمه، بتبقى جميله جدا. بس احط اجرب لكم واحده. عارفين اهي، شوف بصوا دي خمرانه ازاي. اقلبها بس كده اهوت قبل ما اعمل. الاول عشان نظبط ايدنا بنحط واحده كده في وسط الطاسه وبنشوف احنا هنعمل ايه. اول بقى ما بتعمل فقاقيع بتبقى هي كده ايه، بدأت اهي. هنسيبها لحد لما كل الفقاقيع ايه تكتر فيها. اجيب حاجه عشان احاول احركها. القطايف احنا بنسويها من ايه، من جنب واحد يا جماعه، مش من الجنبين. لا هي لسه، بنصبر عليها شويه. لما بتستوي بتنطر لوحدها. نحاول نحط بقى القطايف القراطيس الحلوه بتاعتنا دي في الزيت. الزيت سخن كده ولا لسه؟ لسه ما سخنش، نخليه شوية كمان.
اجيب كده دي ارفع وعريضه اهي. بصوا فتحه من تحت شويه بس مش مشكله، انا بحب اطلعها فتحه كده علشان لما اجي اقليها تطلع لي برده لونها ذهبي. بنحطها اهي الفوطه اللي انا كنت لفه فيها القطايف، اطلع واحط على فوطه واعمل واحده كمان على ما القطايف على ما هنا هو الزيت يسخن. الحجم بقى اللي احنا عايزينه، صغير كبير، الحجم اللي احنا عايزينه. لو الطاسه بتاعتنا مايله نوسط ايدنا في النص بالظبط. الزيت عندي هنا بدا يشتغل، احمر القطايف بقى. بصوا احاول انا صحيح عاملاها قراطيس، لكن كل واحده قبل ما احطها في الزيت اتمم عليها تاني. زمان كنا نعمل القطايف دي بقطايف اسمها قطايف عصافيري، يعني حجمها صغير قوي. دلوقتي بقى محدش عاد عنده طولة بال للحاجات الصغيره قوي، بقينا يعني نعملها كبيره شويه. بصوا كل واحده امسكها، وشايفين العجينه دي انا مش شارياها، العجينه دي انا عاملاها هنا طريه وجميله ولازقه في بعضها. بصوا القطايفيه هنا اهوت بدات اهي تاخد لون، انا موطيه عليها علشان تاخد لون براحتها. لما الاقي قرطاس كده شكله اتغير اعدله عشان ياخد مني كريمه وقشطه اللي انتوا بتحبوه، بس هي بالقشطه بتبقى رائعه بصراحه. الصيام بقى ووقفه الحر دوت اللي بيهون علينا التعب، ساعه ما نلاقي الحاجه تطلع جميله والكل يبقى فرحان ومبسوط بيها وهو بياكلها، ده بقى بيهون اي تعب تعبناه واحنا بنعمل الحاجه. اهي واحدة القطايف اتحركت معايا، هشيلها وعشان بقى الصهد والحر هخليني اركز في حاجة واحدة. نحط القطايف اكمل حطها هنا، وهي بتتقلي بقى على ما تتقلي هوريكو. هشيل الباقي برضو اغطيه بدي علشان ما ينشفش. اغسل بس ايدي عشان لزقت من القطايف. وهوريكم بقى سلطه جميله قوي هنعملها مع بعض. بصوا بقى اولادنا بيقعدوا يقولوا مش عايزين ناكل كذا، مش عايزين ناكل ايه ده، البوتاجاز طفى ولا ايه؟ مش عايزين ناكل ده ومش عايزين ناكل ده، احنا صايمين احنا مش قادرين. ايه رايكم بقى نعمل لهم الاكل سلطه؟ انا عامله جزر سلقاه وضربها في الكبة، فاصوليا حمرا سلقها وضربها في الكبة، فاصوليا بيضة سلقها وضربها في الكبة. هعمل ايه؟ وجايبة زبادي وجايبة طحينة وعندي ليمون وعسل وملح وفلفل وكمون. هعمل سلطة بالتلات ألوان دول ونقدمها لهم وهياكلوها إن شاء الله وهتعجبهم. أنا هلخبط كل الحاجات على بعض، بس في الأول هخفف كل حاجة من دول بحبة زبادي علشان ايه يعني قوامها يبقى خفيف سنة. هقلب الجزر أهو وهخلي لكل واحد ايه، هجيب منديل وامسح المعلقه عشان ما اطلعش من لون للون، وهخلط ديت دي الفاصوليا الحمراء. انا عايزاها تخف عشان لما اجي احط عليها الطحينه ما تكلكعش معايا. مطرح الفاصوليا الحمراء مش هعرف اخدها اعمل بيها تاني. اقلب بقى الفاصوليا البيضه وهاخد لها معلقه زبادي تاني، انا ظلمتها في الزبادي الفاصوليا البيضة. بصوا بقى وهعمل ايه دلوقتي، هقلب الزبادي وانزل عليه الطحينه عايزه اخد بقيه الطحينه اللي هنا احط شويه ليمون وارجها كده وانزلها هنا. يبقى انا هنا كده حطيت زبادي وحطيت طحينه وحطيت ليمون، هحط معلقه عسل. بغسل بس طروف زبدية العسل علشان ما تبهدليش المكان اللي هتتحط فيه، عشان احنا بنحتاجها دايما وعلى طول حاطينها قدامنا. وهنشف ايدي بقى واجي احط التوابل.
يبقى هنا احنا ناقصنا نحط ايه بقى؟ نحط ملح ونحط فلفل. اين الفلفل؟ اهو الفلفل. ونحط كمون. ونقلب والقطايف على النار ماشية كويس اهي بتتحمر. عيني على كل حاجة وعيني على اللحمة، انا شايفاها ما تشربتش. وكده انا تبلت خلاص السلطة، كل واحدة هحط عليها شوية واقلبها. هاخد حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا. وهجيب الهون بقى وكم فص توم حلوين كده اقطعهم وادق واحط على كل واحده فصوص توم. حبيت احطه في الاخر عشان يبقى ريحته فايحه فيهم. دق التوم في الهون حاجه جميله جدا، بيخرج طاقه. يعني الواحد لو متضايق من حاجه وقف يدق في الهون هيخرج كل الطاقه السلبيه اللي عنده. اهم حاجه يكون هون نوعه حلو. هحط بقى الثوم عليهم نفس القصه، هقسم الثوم عليهم واقلب كل واحده. هسيبكم واطلع فاصل صغير اروق المكان واقلب السلطه وارجع لكم تاني، استنوني لسه عندي حاجات والقطايف ما استوتش.